حضرات السادة المشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أجمل التحايا نحييكم بها ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حماة العراق، فأهلا وسهلا بكم. موقفكم مشرف وسيذكركم التاريخ دائما في المواقع الناصعة من تاريخ العراق، لأنه أداءكم متميز جدا. ابن العشيرة أو ابن الحمولة أو شيخ العشيرة بيش كرامته؟ وين كرامته بهذا؟ اليوم أنتم هاي البيرية اللي تلبسونها على رؤوسكم أصبحت بالمرتبة الأولى قبل هذا. يعني اليوم شرفنا وناموسنا وكرامتنا هي يمكم، أنتم تحملونها على رؤوسكم. حافظ على البنى التحتية في المدن، وانتم ايضا دماءكم غالية علينا. اريد هذول ان شاء الله تسحقوهم باقدامكم وبدون اي مشاكل. من أجل تعزيز آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة خطر العصابات الإجرامية، زار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي ووزير الدفاع الدكتور خالد متعب العبيدي الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية استغرقت عدة أيام، وذلك لمناقشة التعاون في المجالين العسكري والأمني وتوفير الدعم والتسليح للقوات العراقية وبحث التقدم الذي أحرزته القوات العراقية بالتعاون مع الحشد الشعبي وأبناء العشائر ضد عصابات داعش الإرهابية. لمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى مشاهدة هذا التقرير. مراسيم الاستقبال الاستثنائية التي أجراها البيت الأبيض لزيارة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي والوفد المرافق له عكست رغبة الإدارة الأمريكية في تعزيز العلاقات مع العراق في مواجهة خطر العصابات الإجرامية، حيث أكد الرئيس الأمريكي دعم الولايات المتحدة للعراق والتزامها بهزيمة داعش واحترام سيادة العراق. وهناك لمست استعداد كامل غير محدود بصراحة من قبل السيد الرئيس أوباما ومن قبل الإدارة الأمريكية لدعم العراق والقوات الأمنية العراقية العسكرية العراقية لأن تحرر أراضيها بالكامل. والتقى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الدكتور خالد العبيدي بالضباط الطيارين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يتدربون على قيادة طائرات F-16 بموجب العقد المبرم بين البلدين. من جانب آخر، التقى الدكتور خالد العبيدي وزير الدفاع نظيره الأمريكي أشتون كارتر في البنتاغون واستعرض معه نجاحات القوات الأمريكية مؤكدا على حاجة العراق للمزيد من المعدات العسكرية. فعلا كان لقاء مهم ويا سيد وزير الدفاع الأمريكي، تقريبا نقلنا لهم صورة واضحة عن ساحة العمليات في العراق، كان بعض الأمور غير واضحة توضحت بشكل كامل. محاور اللقاء كانت عديدة ومهمة، وأبرزها هي مسألة التعاون العسكري وحاجة القوات العسكرية العراقية إلى الكثير من المعدات العسكرية والأسلحة.
زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأمريكية فتحت آفاقا جديدة لدعم العراق عسكريا من أجل هزيمة تنظيم داعش الإجرامي في جميع المناطق المغتصبة. بحضور رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي ووزير الدفاع الدكتور خالد العبيدي، شيعت وزارة الدفاع وبمراسيم جنائزية مهيبة الشهيد البطل آمر قوة حماية مصفى بيجي اللواء الركن ضيف الطائي ورفاقه الذين استشهدوا وصمدوا ودافعوا عن مصفى بيجي من الهجمات الإرهابية التي استهدفتهم. هذا وقد حضر مراسم التشييع رئيس أركان الجيش وكبار ضباط الوزارة من القادة والآمرين وعوائل الشهداء. الصلابة والشجاعة والبسالة في سوح الوغى كانت من مبادئ الشهيد آمر قوة حماية مصفى بيجي وجنوده الأبطال. هؤلاء الأبطال الذين سطروا أروع صور الشجاعة في الذود عن مصفى بيجي عندما وقفوا وقفة رجل واحد ضد عصابات داعش الإجرامية. نوجه رسالتنا إلى العالم ورسالتنا إلى داعش، نقولهم بالنسبة للواء ضيف الطياوي رسالته موجهة لكل الشعوب أنه إحنا على طريق الإيمان وعلى طريق الرسالة وعلى طريق ثورة الحسين. الحسين استشهد في سبيل الحق ونحن نستشهد في سبيل الحق، وإحنا نفتخر بهذه الشهادة ووسام لنا إلى جميع أشائر الفرات الأوسط. لقد كانوا على دراية بأنهم سوف يكونون على حالهم هذا، حال الشهادة، حيث كانت دماؤهم الزكية التي نزفوها في أرض المعركة وساما مشرفا لهم ولكل العراقيين. سقط اليوم بارق من بيارق العراق هذا الإنسان البطل اللواء الركن ضيف أخلاف عبد أيوب الطائي، وإنه لشرف لنا ولعشيرتنا، وإنه لشرف لجميع العراقيين الذين قاتلوا الطامعين وكل الغزاة من الدواعش ومن لف لفهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هنا واحد يبكي، هناك آخر يتألم مما وقف من ذوي الشهيد بجواره، أحبة لم تتوقف دموعهم على فقدانهم بطلا أبد غيرته أن يدنس الأشرار مصفى الصمود، يسجل لهم التاريخ موقفا يفتخرون من خلاله على هذا الأسد الذي قدم حياته لرفعة بلده. نزلت وجه الشمس والقمر ظل ينباب حس ينحني، بخد دجلة بعد الليل شابع سهر وينام من يسمع عزف موطني، بغيرة القاع الفجرة وما دروا اش ما هدموا لحظة وترد تنبني، طعم الهوى ببغداد احس يختلف شايل احساس جبال ما ينثني، اش قد فجروا بس كل شو ما غيروا بس شمس تطلع كل شو ما يبقى ثار، عدنا زلم شالوا خوذهم حرز وبعيونهم ذبلوا وجه السهر، ببيريتك مأمن وغاف النسر، عدنا زلم شالوا خوذهم حرز وبعيونهم ذبلوا وجه السهر، ببيريتك مأمن وغاف النسر، الشايل شعارك على الدنيا افتخر، بفضلك نثرنا على الشوارع عشق واحلامنا ندقها على بابك صور، الموت ارحم من الغربة يا موطني، اخفى بوطن بيريحة لم وعبر وبي تعب ابوي وضيم ذاك الوقت ابني ناغ دجلة وهو محن الظهر، اصحى الصبح والقم بس تنتخي وتدعى الله يبقى العلم فوق القمر. وزارة الدفاع وتثمينا لهذه التضحيات الجسام أحيت مراسيم تشيع مهيبة بحضور رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي ووزير الدفاع الدكتور خالد العبيدي. رسيم للشهيد البطل آمر قوة حماية مصفى بيجي اللواء ركن ضيف الطائي ورفاقه الذين استشهدوا دفاعا عن المصفى. وحضر مراسيم التشييع رئيس أركان الجيش وكبار القادة والضباط في وزارة الدفاع.
الدفاع والاستعداد للدفاع عن الوطن أقوى من أولئك المجرمين الذين جاءوا من خلف الحدود وجاءوا بأجندات أجنبية خارجية من أجل قتل العراقيين. اليوم هذا الصمود أعطى نتائج، يعني الحمد لله قواتنا تسيطر على المصفى وتسيطر على الطريق المؤدي إلى المصفى، والأحنا الآن نزيح كل العدو من كل هذه المناطق، وأصور بهذا فضل هؤلاء الشهداء والجرحى الذين قدموا حياتهم وقدموا دماءهم من أجل الوطن. يبقى الشهداء وشهداء العراق الأبرار مصابيح تنير سماء هذا البلد العظيم ودروب أبنائه الغيارة، وتبقى دماؤهم الزكية التي سقطت على أرض المعركة ترسم عزة هذا البلد وكرامة أبنائه. بحث السيد وزير الدفاع الدكتور خالد العبيدي مع قائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية جنرال لويد أوستن الوضع الأمني وتطورات العمليات الأمنية في جميع قواطع العمليات وخاصة في محافظة الأنبار وما يشكله من تهديد المتمثل بتنظيم داعش الإرهابي على المحافظة، ومناقشة ملف النازحين والإجراءات السريعة المتخذة لمساعدتهم من أجل التقليل من معاناتهم. هذا وقد حضر اللقاء رئيس أركان الجيش الفريق أول بابكر زيباري ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات والسفير الأمريكي في بغداد. تفقد المستشار العسكري لوزارة الدفاع الفريق أول ركن إبراهيم اللامي الجرحى والمصابين جراء العمليات العسكرية من أبناء قواتنا المسلحة وغيار الحشد الشعبي الراقدين في مستشفى مدينة الطب في بغداد، واطلع على مستوى العلاج والوقوف على احتياجات ومتطلبات الجرحى والمصابين ومتابعة الحالات التي تستوجب علاجها خارج البلاد. تحيات السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم، وتحيات السيد وزير الدفاع المحترم، وتمنياتهم لكم بالشفاء العاجل إن شاء الله. والله السجنة تحمل من كل التحيات الحارة السيد رئيس الوزراء، وبوده يجي لكن تعرف مشاغله يعني، إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لكم كل الصحة والسلامة والقومون إن شاء الله أفضل من الأول. ضمن توجيهات السيد وزير الدفاع ألقى آمر مركز القيم والمبادئ العسكرية في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية مستشارية الأمن الوطني العراقي محاضرة عن العقيدة العسكرية وتحت عنوان رؤية مستقبلية للعقيدة العسكرية العراقية، حيث تضمنت المحاضرة المفهوم اللغوي والمفهوم العسكري للعقيدة والعقيدتين الشرقية والمتمثلة بالعقيدة الروسية والعقيدة الغربية المتمثلة بالعقيدة الأمريكية وغيره من المواضيع والمفاهيم العسكرية. لم يقتصر دور صقور القوة الجوية في المهام القتالية في مختلف قواطع العمليات العسكرية فحسب، بل توسعت واجباتهم في المجالات الإنسانية ونقل مواد الإغاثة لأهالي مدينتي حديثة والبغدادي، والتي شملت المواد الغذائية التي قدمت من قبل المرجعية الرشيدة في العتبة الحسينية والتي ستخزن في قاعدة عين الأسد الجوية لحين اكتمال جميع الحمولات، وكذلك نقل بعض العوائل من أهالي حديثة إلى بغداد. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. بهدف إغاثة الأهالي في مدينتي البغدادي وحديثة وتخفيف العبء الكبير عنهم، نفذت قيادة القوة الجوية عدة واجبات لنقل كميات كبيرة من المواد الغذائية المقدمة من قبل المرجعية الرشيدة متمثلة بالعتبة الحسينية المقدسة، والتي سيتم خزنها في قاعدة عين الأسد الجوية لحين اكتمال جميع الحمولات ومن ثم توزيعها على الأهالي بالاعتماد على المستمسكات الثبوتية. قامت القوة الجوية وتقوم حاليا بأدوار متعددة، من ضمنها إغاثة النازحين في المناطق الغربية للأنبار وقواطع العمليات الأخرى. كإحصائية، خلال شهر آذار قامت القوة الجوية بنقل تقريبا 1500 طن من المواد الغذائية إلى مناطق البغدادي وحديثة والمناطق الغربية والجزيرة، بالإضافة إلى نقل بحدود 14500 ما بين نازح وفي حالات مرضية.
أيضا من خلال طائراتنا، طائرات النقل موجودة بالقوة الجوية. وفي الوقت ذاته تواصل طائرات القوة الجوية نقل العوائل من حديثة إلى العاصمة بغداد بفعل العمليات العسكرية التي تشهدها المدينة، في خطوة أظهرت مدى التلاحم بين أطياف الشعب العراقي في مختلف الأوقات. هدية المرجعية الرشيدة إلى أهالي حديثة والبغداد الكرام. الشحنة تتكون من رز، بقوليات، زائد أكياس طحين، وتم نقل عدد كبير من الشحنات المواد الغذائية. ونشكر قيادة القوة الجوية التي ساهمت بالدور الأكبر في إيصال المواد الإغاثية لأهلنا في حديثة والبغداد. مشهد بات مألوفا لدى أبناء الجيش العراقي في القيام بمهامهم الإنسانية والوطنية وفي جميع المحافظات دون تمييز، يبرز الدور الكبير الذي تقوم به المرجعية الرشيدة تجاه أبناء العراق، محطمة كل الأبواق التي تعزف على وتر الطائفية. تنتهج مدرسة قتال عمليات بغداد مناهج تدريبية في مختلف القتالات الخاصة وحرب الأماكن المغلقة والمفتوحة، واستقبال المتدربين من أبطال الفوج الثالث اللواء 73 الفرقة 15 وتدريبهم ميدانيا بمستوى حظيرة. نتابع. تعد مدرسة قتال عملية بغداد في التاج صرحا تدريبيا راقيا للوحدات العسكرية الواقعة ضمن قاطع قيادة عملية بغداد لرفد الجيش العراقي بدماء جديدة تقف جنبا إلى جنب مع المقاتلين في ساحة المعركة، وهم يقاتلون عصابات داعش الإجرامية، وذلك بعد إكمالهم فترات التدريب وحسب المناهج التدريبية المقررة من قبل المراجع في وزارة الدفاع. لواء 73 ضمن الألوية التابعة لفرقة 15 تشكيل جديد، قبل كان لواء 72 دخل في مدرسة قتال عمليات بغداد وأكمل تدريبه وخرج إلى القواطع. حاليا 73 الموجود في مدرسة قتال عمليات بغداد التابعة إلى قيادة عمليات بغداد فوجيا في المدرسة، زاد مقر اللواء، زاد سرية الاستداد وبطارية الخفيفة إضافة للاتصالات، وفوج في مدرسة قتال في مدرسة ضباط الصف، حيث يتلقى المتدربون في الفوج الثالث للواء 73 الفرقة 15 تدريبات ميدانية بمستوى حظيرة في التقدم والهجوم وحرب الشوارع وبما يتلائم مع متطلبات المرحلة الراهنة. اليوم عندنا تدريبات على مستوى حظيرة لتقوية أداء الجيش العراقي الجديد، خاصة الفرقة 15 المشكلة حديثا لواء 73 الفوج الثالث. اليوم عندنا نطبق تعاليم معركة الحظيرة، كيفية الهجوم على العدو والتقدم والالتفاف ودحر العدو وعادة التنظيم. هاي كلها تساعد الجندي وترفع من جاهزيته، خاصة هاي الفرقة إن شاء الله مجهزة لواجب أكبر وتحرير مدننا المختصة من داعش إن شاء الله. تم تدريبنا وإحنا جاهزين إن شاء الله، وإن شاء الله نحرر العراق من ذوي الجرذان الدواعش، وإن شاء الله للموصل جاهزين وقواتنا جاهزة إن شاء الله. يبقى تدريب عصب الجيش ومعيار تقدمه، وكل ما كان التدريب راقيا ومثاليا وفق أحدث الأسس للتدريب العالمية تكون النتائج إيجابية في تحقيق الأهداف المرسومة. نقاتلهم دباباتنا وصواريخنا، نقضي عليهم طائراتنا ومقاتلاتنا، نساعد المتضررين من هاي المعارك،
ثقتنا عالية بنفسنا. بدون شك اللي موجود هنا هو اللي راح يهزمهم. الانتصارات قادمة، العراق في قلوبنا. لا زال أبطال فوج مقاتلة الدروع يواصلون تدريباتهم على سلاح كونريت إي الأرضي الروسي الصنع وفق دورات علمية ونظرية مكثفة في كيفية التصويب والرمي المباشر في إصابة الأهداف في الميادين الخاصة بالرمي والتدريب. نتابع. رغم حداثة تشكيل فوج مقاتلة الدروع إلا أنه حقق نتائج مثمرة في ضرب أهداف وتحركات عصابات داعش الإرهابية، وذلك في مختلف قواطع العمليات العسكرية. أثبت هذا الفوج من خلال تدريب المقاتلين على قدرتهم وكفاءتهم في كيفية الرمي والتصويب على سلاح غوردت إي الأرضي الروسي التصنيع بعد دورات مكثفة توجت في النهاية بمظاهرة الرمي الحي على هذا السلاح. يعتبر فوج مقاتلة الدروع من الأفواج الحديثة التي تم تشكيلها في الجيش العراقي الحديث. استطاع هذا الفوج أن يدخل دورة الخبراء الأولى لمدة 45 يوم لجهاز الغورنيت، منظومة إطلاق الصواريخ الغورنيت إي، ومن بعدها تمكن الفوج وبدعم من مديرية المشات والسيد معاون رئيس أركان الجيش للتدريب وبإشراف مباشر من سيد مدير المشات من تخريج 4 دورات أساسية. تلقى المتدربون خلال فترة التدريب دروسا عملية ونظرية في قاعة خاصة لمشبهة الرمي التي تضم أجهزة ومعدات حديثة ومتطورة في كيفية إيصال المعلومات وكيفية التعامل والتصويب على هذا السلاح. احنا الآن في فوج مقاتلة الدروع في نهاية الدورة، أكملنا الدورة والآن في غرفة مشبه الرمي السيميليتر، أتممنا الدورة باجتياز والحمد لله. الآن احنا نمارس على مشبه الرمي السيميليتر لكي لا ننسى المعلومات اللي أخذناها بالدورة. الحقيقة سلاح فعال جدا هاي منظومة إطلاق صواريخ من دب غورنيت الأرضية. نحن نقوم الآن في الصف السيميليتر اللي هو مشبه الرمي اللي يقوم على أنه كأنما ترمي رمي حقيقي. موجود بهذه الصف يعلمك على كيفية تحديد المسافات للأهداف، كيفية وضع المتقطع اللي خاص بالمنظومة على الهدف، كيفية المسافة، الهبة الخلفية الناتجة من الصاروخ، كأنما أنت تعيش في وضعية رمي حقيقي. فوج مقاتلة الدروع خاض من خلال سلاح غورنيت إي الكثير من المعارك وتوجت نتائجه بإصابة الأهداف المرجوة وفق مقاييس ونسب دقيقة في دقة تصويب أهداف العدو. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين بفقرة بريد البرنامج. على الذوات المدرجة أسماءهم لاحقا الحضور إلى استعلامات وزارة الدفاع مستصحبين معهم كافة المستمسكات الثبوتية مع تأييد السكن والأسماء هي العميد الركن مشات وعد عبد الرحمن محمد والمقدم يعقوب يوسف جابر أو جبار والرائد سلمان عبد الواحد كردي والرائد المهندس عمار إسماعيل والمواطن أحمد سعيد علوان. العميد مشات سلمان قمر عبود بيّنت الجهة المختصة
أن الضوابط المعمول بها لا تجيز إعادتك إلى الخدمة كونك خارج السن القانوني. على الذوات المدرجة أسماءهم لاحقاً الحضور إلى استعلامات وزارة الدفاع لغرض المقابلة، والأسماء هي العميد شامل خلف عبد الله، والعقيد الركن مهند عبد الرزاق جبار، والنقيب حسين خليل جواد، والنقيب محمد كرماش كريدي، والنائب ضابط خليل إبراهيم عبد الحسن، والمواطن سعد خالد عزيز، وأم الشهيد عباس ستار إبراهيم، وأم الشهيد فراز غانم إبراهيم. المواطن داود دويتش لازم، عليك مراجعة المديرية العامة لشؤون المحاربين بعد تقديم المستمسكات الثبوتية التي تؤيد انتسابك للجيش السابق. سادة المشاهدين، نرجو أن تبقوا معنا، فاصل ونعود. نجدد الترحيب بكم سادة المشاهدين، عدنا وياكم مرة أخرى لتكملة ما تبقى من بريد البرنامج. على الذوات المدرجة أسماءهم لاحقاً الحضور إلى مركز تطوع المنطقة الوسطى بغداد لإجراء الفحص الطبي والمقابلة، والأسماء هي المواطن محمد عبد الوهاب وعبد القادر عباس يوسف ومعد عزيز حسن ومصطفى ياسين ناجي. بيّنت الجهة المختصة إلى كل من الأسماء المدرجة لاحقاً بعدم وجود قيد لهم في قاعدة بيانات الجيش، والأسماء هي المواطنة نور خماس بلاسم، والمواطنة سناء عباس عطية، والمواطنة منى عباس عطية، والمواطن عصام ذيبان حمودي، والمواطن أحمد عبد الرحمن عبد الأمير حسن. المواطن رائد عاصي محمود، بيّنت الجهة المختصة تم إطلاق راتبك في شهر تشرين الثاني من عام 2014 على مقر قيادة عمليات بغداد. نفذ أبطال اللواء 75 قيادة فرقة المشاة 16 ممارسة بمستوى سرية مغاوير اللواء في مركز تدريب ديالة على مختلف القتالات الخاصة وحرب المدن، بما يتلائم مع المرحلة الحالية والقادمة. نتابع. يمثل التدريب عنصرا مهما للارتقاء بالجيوش إلى أعلى مستويات الجاهزية، وذلك من خلال الأداء العالي للمقاتلين، لذلك فالتدريب أساس الجيش والذي يجب المحافظة عليه. وفي هذا الإطار نفذ اللواء 75 الفرقة 16 ممارسة بمستوى سرية مغاور اللواء في مركز تدريب ديالة. تم تنفيذ تمرين بمستوى سرية مغاور اللواء بتنفيذ غارة لواء 75 فرقة 16، كان التنفيذ جيد جدا من قبل جميع المقاتلين وكذلك من قبل الضباط، وهذا اللواء تم تدريبه بمقارب 6 أشهر على مراحل مختلفة. تنفيذ مثل هذه التمارين التعبوية سيعطي نتائج إيجابية دقيقة في المعركة، بما اكتسبه المقاتلون خلال فترات التدريب الميداني والذي يشمل القتالات داخل المدن والذي يتلائم مع متطلبات المرحلة الحالية. تتخذ قيادة عمليات البصرة سلسلة من الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تهدف للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، وذلك من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية ووجهاء وشيوخ العشائر لمنع النزاعات العشائرية
وحصر السلاح بيد الدولة. التفاصيل في هذا التقرير. تقع على عاتق قيادة عمليات البصرة سلسلة من الإجراءات والمهام الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة الفيحاء من خلال التنسيق الكبير بين الأجهزة الأمنية، فضلا عن تشكيل لجان من شيوخ ووجاه العشائر في المحافظة وعدد من ضباط القيادة تقوم بحل النزاعات العشائرية التي قد تطرأ. الوضع الأمني في البصرة جيد جدا للوقت الحاضر ومسيطر عليه من قبل القطاعات التي تعمل بأمرة قيادة عمليات البصرة المتألفة من قيادة شرطة البصرة بالإضافة إلى قيادة حدود المنطقة الرابعة وأيضا قيادة قاعدة الشعب الجوية والوحدات المرتبطة بها. هناك تعاون وثيق ما بين هذه الأجهزة والأجهزة الأمنية والاستخبارية أيضا في عملية متابعة العدو وأيضا متابعة الجريمة المنظمة، لذلك هناك عمل يومي لهذه القطاعات في مدينة البصرة والوضع مسيطر عليه أمنيا. الزيارات التفقدية للقادة الميدانيين والمتابعة المستمرة للقطاعات المنتشرة في أرجاء المحافظة ونقاط التفتيش أثمرت عن تعزيز الأواصر مع المواطنين الذين أثنوا بدورهم على الجهود الكبيرة التي يقوم بها منتسبو الأجهزة الأمنية في المحافظة. جيشنا كل زين، يعني لا بهم أذية، خدماتهم زينة، وبعدين الأغلبية شباب متفاهمين ويانا وما عندنا إشكالات وياهم. ماكو أي إشكال وياهم. يتعاملون تعاملهم كل زين، الله شاهد. يعني احنا هسه بشارع وللامانه احكي لك انا ما عندي شيء وياهم، اذا مو زينين اقول عليهم مو زين، بس هم بالنسبه لتعاملهم حاليا هسه كل جيد وما عندنا اشكال وياهم، وبالعكس يسالون امرنا. مرات الجيش وزاره الدفاع كل زينه الحمد لله شكر، وخطوه قاعد يتعبون بالليل يشوفون ويتجولون، سيطرات اطبق تفتيش وكل زين. شلون هسه البصره ان شاء الله؟ الحمد لله شكر كل زينه، كل زينه البصره ان شاء الله. البصرة الفيحاء ثغر العراق الباسم، ها هي تتمتع بأجواء آمنة مستقرة بفضل تعاون المواطنين ودعمهم للأجهزة الأمنية ومجابهة كافة التحديات التي تحاول عرقلة مسيرة الجهاد والبناء للعراق العظيم. الجيش العراق البواسل، أنتم أمل العراق وأنتم يد العراق الضاربة وأنتم من تنتمون إلى أشرف بلد في العالم، بلد العراق العظيم، بلد الحضارات وبلد الأنبياء والأولياء المقدسة. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين بفقرة دعوات. تدعو وزارة الدفاع قيادة القوة الجوية الشباب الواعي من خريجي الكليات الهندسية وللاختصاصات التالية: ميكانيك طائرات، مكائن ومعدات، كهرباء عام، إنتاج ومعادن، إلكترونيك وهندسة كيميائي. الراغبين بالتطوع على ملاك القوة الجوية بصفة ضابط مهندس، وذلك اعتبارا من 15 من شهر آذار 2015 ولغاية 30 من شهر نيسان 2015، ولمعرفة شروط القبول وملء الاستمارة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة. كما تدعو وزارة الدفاع مديرية المدفعية الراغبين بالتطوع من خريجي الكليات المدنية، كلية التربية وكلية العلوم وللاختصاصات التالية: فيزياء، رياضيات، حاسبات، تقديم طلباتهم اعتبارا من الأول من شهر نيسان 2015 ولغاية الأول من شهر آيار 2015، ولمعرفة شروط التقديم وملء استمارة التطوع يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة. ابن العشيرة أو ابن الحمولة أو شيخ العشيرة بيش كرامته؟ وين كرامته بهذا اليوم؟ أنتم هاي البيرية اللي تلبسونها على رؤوسكم أصبحت بالمرتبة الأولى قبل هذا، يعني اليوم شرفنا وناموسنا وكرامتنا هي يمكم، أنتم تحملونها على رؤوسكم.
يقال أن صوت المدفعية لا يعلو عليه صوت في المعركة، إذ إنها من أهم الأسلحة النيرانية الكثيفة. أخوان المقاتلين، تعالوا في جولة ميدانية معنا للتعرف على صنف المدفعية وأهمية هذا السلاح في المعركة. تشكل صنف المدفعية في الجيش العراقي في الأول من تشرين الأول عام 1921، وكان تشكيل البطارية الأنبوبية البطارية الجبلية الأولى والتي تم إسكانها في منطقة الكاظمية المقدسة خان الكابولي. هذا كان التشكيل الأول للصنف. بعد إعادة تشكيل صنف المدفعية في الشهر التاسع من عام 2009 في الجيش العراقي الجديد، وبدأ بناء هذا الصنف بداية صحيحة مبنية على أسس علمية دقيقة. اليوم نحن في مدرسة المدفعية، يعني ما هو الهدف من هذه المدرسة وما طبيعة عمل هذه المدرسة؟ بعد تشكيل مدرسة المدفعية بتاريخ 13/10/2009 مرت المدرسة بعدة مراحل من التطور من خلال تطوير الكادر التدريبي وإعداد المناهج التدريبية والتدريسية وفق الأساليب الحديثة واستخدامها إلى القاعدة المادية المتطورة في التدريب. الغاية منها لرفع القدرة والكفاءة والقدرة القتالية للمنتسبي صنف المدفعية. كما خرجت مدرسة المدفعية عدة دورات للضباط والمراتب، منها الحتمية والأساسية والتطويرية ولكافة اختصاصات لرفد وحدات المدفعية. يد تبني وتدرب ويد تقاتل الإرهاب، هذا هو شعار أبطال صنف المدفعية الرابضين في ساحات المعارك من أجل إدامة الزخم الناري الكثيف ومعالجة الأهداف. أخوان المقاتلين، تعرفنا على الدور الكبير لهذا الصنف. تقبلوا تحيات فريق العمل لبرنامج حماة العراق. سلام الرباعي. جيش العراق، جيش الفداء، جيش التحدي للظلام. عشق العظام، عشق الإمام، عشق الشهيد للسلام. جيش العظام، جيش الفداء، جيش التحدي للظلام. عشق العظام، عشق الإمام، عشق الشهيد للسلام. صخور شامخات عاليات تصب نارا فوق رأس المعتدي، عيون ساهرات شاخصات تحمي العراق من اللئيم الحاقد. يا جيشنا، يا عزنا، يا فخرنا، يا مجدنا، يا هيبة العراق. Peace.
جيش من جيشنا جيش المحن دروع حامية قادمة صد ورد للعدو الأجنبي قلوب عاشقات هاتفات عاش العراق شامخا حفاً ألي يا جيشنا يا عزنا يا فخرنا يا مجدنا يا هيبة العراق صقور شامخات عاليات تصب نارا فوق رأس المعتدي عيون ساهرات شاخصات تحمي العراق من اللئيم الحاقد يا جيشنا يا عزنا يا فخرنا يا مجدنا يا هيبة العراق إلى هنا سادة المشاهدين تكون حلقة البرنامج قد شارفت على الانتهاء. نودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه.